جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول: بلغت من العمر 12 عاما وهي لا تفهم معنى الصوم، وحينئذ يوحي هذا بأشياء وأشياء جزاكم الله خيرا، منها هل هناك تقصير في مناهج التعليم ولا سيما التي تعنى بأمور الدين؟ هل هناك تقصير في التربية في البيت؟ هل من كلمة حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا يدل على الإهمال، يدل على الإهمال من الآباء والأمهات، ويجب عليهم أن يعلموا أولادهم أحكام دينهم، أن يعلموهم الصلاة والصيام، ويعلموهم أحكام دينهم. ومن أوجب ذلك معرفة العقيدة، معرفة الصلاة، معرفة الصيام، وبقية أركان الإسلام وأمور الدين. فإن الوالدين مأموران بتعليم أولادهم، تربيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فارضوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. الأولاد مسؤوليتهم على آبائهم. وكون البنت تبلغ سن المحيض وينزل عليها الحيض وهي لا تعرف الصوم، تترك الصيام أو تصوم وهي حائض، فهذا من إهمال الوالدين، ويكون عليهما إثم في ذلك. ولكن هذا لا يسقط المسؤولية عن البنت التي تركت الصيام في هذه الفترة، عليها أن تفعل ما ذكرنا من القضاء بقدر الأيام والإطعام عن كل يوم. يقضي أبناؤنا وبناتنا شيخ صالح نصف حياتهم تقريبا في دور التعليم، هل من كلمة حول هذا؟ الذين يقضون حياتهم نصف حياتهم في دور التعليم لا شك أنهم يتعلمون من جملة ما يتعلمون مقررات الدين، مقررات دينهم، يدرسون العقيدة ويدرسون في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، يدرسون ذلك من خلال مقرراتهم. طيب هذا في غالب الدول الإسلامية، وهذا أمر واجب على ولاة أمور المسلمين وعلى القائمين على شؤون التعليم خاصة، أن يهتموا بالمقررات الدينية وتعليمها للبنين والبنات حتى يعرفوا أمور دينهم.